الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة رب العالمين. عنوان الحلقة اليوم بعنوان رسالة إلى المدرسين ورسالة إلى أولياء الأمور. نحن في حاجة إلى الضمير، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ونتعلم من أهل العلم أن المدرس يعني يعتبر قدوة. ما ينفعش المدرس لما تيجي تجيب مدرس لابنك في البيت مش أنه هو يعلمه بس، لا، ده معلم ومربي في نفس الوقت، هيربي الولد. فأهم حاجة يعني إحنا النهاردة فقدنا القدوة. يعني المدرس ده ما ينفعش يلبس حظاظة، ما ينفعش المدرس يلبس سلسلة، ما ينفعش المدرس يمسك سيجارة ويقف في الفصل كده أو يكون بيشرب سجاير، ما ينفعش المدرس يكون لابس ملابس مقطعة، لأن المدرس ده يعتبر قدوة للولد. فإحنا لازم نختار المربي، التربية قبل التعليم. بندعي للوالدين ليه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، زي ما علمنا سبحانه وتعالى. فإحنا فقدنا المعلم المخلص في هذه الأيام، نسأل الله العفو والعافية. وفقدنا الأم الواعية، فين الأم اللي بتوعي وتذكر الأولاد وتهتم بالأولاد؟ النهاردة الأم انشغلت بالتليفون وبالنت إلا برحم الله والفيسبوك والتواصل الاجتماعي، وولادنا أصبحوا يتامى، نسأل الله العفو والعافية. وليس اليتيم من مات أبواه، ولكن اليتيم الأم تخلت والأب مشغول. ففقدنا الأم الواعية، وفقدنا المعلم المخلص، وفقدنا القدوة. فمن ينشئ أولادنا على التربية وعلى طاعة الله، وعلى يكون يعني أولاد فيهم الخيرات والبركات في المجتمع. لما اهتمنا بالتعليم وتركنا التربية، خرج علينا بقى النهاردة الطبيب أهو مؤهل عالي ودكتور وبيسرق أعضاء، المحامي تلاقي إلا ما رحم الله المرتشي والمزور. فخرجت علينا مؤهلات عليا، ولكن علم من غير أدب نار بلا حطب. تلامذة الإمام مالك يقول: خدمنا الإمام مالك 20 سنة، 18 سنة في تعلم الأدب، 18 سنة بيتربوا بيتعلموا أدب، وسنتان في تعلم العلم. فإحنا محتاجين نعلم أولادنا، ومحتاجين يعني القدوة في المجتمع، ولنا في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يربي أولادنا وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يصلح أحوالنا جميعا. جزاكم الله خيرا.